السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. إضافة كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا، وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير للتقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة، أو إن إحنا ممكن نقدم لك من فريق القناة بتاعتنا بشكل احترافي وتتواصل معانا ونقدم لك بشكل احترافي. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل فرص توصلك بسهولة. وحابب أنوي كمان نجمع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة، هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في الإمارات، تمام؟ يبقى الدولة اللي فيها المنحة هي دولة الإمارات. الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. طبعا ادخل وابحث عن الجامعة دي، جامعة ممتازة جدا 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 وليها ترتيب عالي على مستوى العالم، وتعتبر من أفضل الجامعات حول العالم، تمام؟ فيعني فرصة كبيرة إنك تدرس في هذه الجامعة وإنك تاخد منحة فيها. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، كل الدول سواء دولة عربية أفريقية آسيوية تقدر تقدم فيها هذه الفرصة. المرحلة الدراسية الموجهة ليها الفرصة دي هي متاحة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، تمام؟ الناس اللي عايز تدرس درجة الماجستير والدكتوراه يقدروا يقدموا، الناس اللي عايز تدرس درجة الليسانس أو البكالوريوس ما يقدروش يقدموا في هذه المنحة. طيب بالنسبة للتمويل، صراحة تمويل المنحة دي تمويل ممتاز جدا. أول حاجة عندنا رسوم الدراسة كاملة بالمجان، يعني أنت مش هتدفع أي شيء خالص، كل الرسوم الدراسية هتكون على حساب المنحة، تمام كده؟ طبعا مصاريف الدراسة في المنحة دي غالية جدا، ولكن أنت مصاريف الدراسة المفروض في الجامعة دي غالية جدا، ولكن أنت هتدرس على حساب الجامعة والمنحة، يعني أنت مش هتدفع أي شيء خالص. كمان تغطية المصروفات الدراسية، لو أي في رسوم أي تسجيل في الجامعة أو أي شيء هتغطيها لك برضو. إضافة تأمين صحي شامل بالنسبة لي، لا قدر الله وحدث لك مرض أو حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان دعم لحضور المؤتمرات الدولية والبحوث، يعني لو أنت مثلا سافرت عشان تحضر مؤتمر بره، مرشحك لي مثلا الجامعة، أو الجامعة هتعمل مؤتمر هيحضر فيه طلاب مثلا من الجامعة وهيمثلوا الجامعة في الخارج، هتكون كل تكاليف السفر وكل تكاليف حضور المؤتمر في الدولة الخارج الإمارات هتكون على حساب الجامعة. إضافة بقى للميزة الكبيرة جدا، وهي راتب شهري لطلاب الماجستير يعادل 8000 درهم إماراتي، وراتب شهري لطلاب الدكتوراه يعادل 10000 درهم إماراتي. أنت متخيل راتب شهري كبير جدا زي ده أنت هتاخده تستخدمه في الاحتياجات الشخصية وما إلى ذلك، مصاريفك هناك، فراتب كبير جدا جدا جدا، كمان ممكن تدخر منه، يعني حاجة ممتازة جدا. فالتمويل تمويل خرافي صراحة. بالنسبة بقى للتخصصات المتاحة للتقديم في المنحة دي، عندنا كليات كتيرة جدا زي كلية الطب والعلوم الصحية متاح فيها درجة الدكتوراه في الطب، زي كلية الهندسة متاح ماجستير في العلوم في الهندسة الكيميائية، ماجستير في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوبات، تمام؟ هتلاقي طبعا كل كلية والبرامج المتاحة فيها سواء ماجستير أو دكتوراه، وتقدر تشوف البرنامج اللي أنت عايز تقدم ليه، سواء كلية الآداب والعلوم، كلية الهندسة، كلية الطب، يعني تقدر تقدم للبرنامج اللي انت عايزه. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في التقديم للمنحة دي، وركز معايا، طبعا شهادة التخرج بتاعتك لو انت مقدم للماجستير يبقى لازم يكون معاك شهادة البكالوريوس، لو انت مقدم للدكتوراه يبقى لازم يكون معاك شهادة الماجستير اللي هو آخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. مطلوب كمان منك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، تمام، لازم تكون موجودة معاك، شهادة درجات رسمية اللي هي كشف الدرجات بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك، صورة شخصية ليك، صورة جواز السفر، بيان أحوال شخصية، تمام، وخطاب الدافع.
وكمان خطة بحث وخطابين توصية. لازم انك تجهز الاوراق المطلوبة للمنحة دي وتجهزها بشكل صحيح ويكون طريقة مظبوطة. طيب دي الاوراق المطلوبة للمنحة. هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصر العمر، يعني انت متاح لك التقديم للمنحة دي، مفيش ماكسيمم، مفيش حد اقصى للعمر. اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو 15 اكتوبر 2020، فانت لسه معاك وقت كبير تقدر تجهز فيه الحاجات اللي ناقصاك وترتبها عشان تقدم للمنحة بشكل صحيح. وهنا طبعا عندنا ملاحظة، ما تنسوش ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات كتيرة جدا. الخدمة الاولى خدمة التقديم بشكل احترافي لاي منحة وفرصة انت عايزها، يعني لو عايز اللي احنا نقدم لك فيها هذه المنحة متاح وبيتم تجهيز ليك الاشياء اللي بتحتاجها المنحة. ولو انت عايز خدمة اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل عام عشان تستخدمها للتقديم بنفسك في اي منحة، او الخدمة الثالثة هي خدمة التقديم لافضل وارخص الجامعات على حسابك الشخصي. فاي خدمة من الخدمات دي هتلاقوا رابط استمارة اي كل خدمة من الخدمات دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، تقدروا تملوا الاستمارة الخاصة بالخدمة اللي انتوا عايزينها، وان شاء الله باذن الله يتم التواصل معكم في اقرب وقت وترتيب كل شيء. تمام. طيب هنا عندنا الاعلان الرسمي للمنحه، انا حاطط لكم لينك الموقع الرسمي للمنحه ولينك التقديم. تعال نشوف الاعلان الرسمي للمنحه فيه ايه، اللي هو فيه الاشياء اللي انا شرحتها كلها. هنا هتلاقي الموقع الرسمي للجامعه. تمام، ده موقع رسمي، الموقع الرسمي للجامعه زي ما موجود قدامنا، جامعه خليفه في الامارات، ده الموقع بتاعهم. وهنا هتلاقي السكولرشيبس اللي هي بتقدمها لدرجه الماجستير والدكتوراه. هنا عندنا كذا منحه، ولكن احنا المنحه اللي احنا مهتمين بيها اللي احنا شرحناها هي دي، اللي هي جي ار تي اي، دي المنحه اللي انا بكلمكم عليها. وهتلاقوا تفاصيلها هنا والاشياء اللي بتوفرها الجامعه، وهنا هتلاقوا الراتب الشهري كنا اتكلمنا عليه 8000 درهم للماجستير، 10000 درهم للدكتوراه، يعني كل تفاصيل منحه تم ذكرها هنا. تمام كده. طيب عايزين دلوقتي نروح للتقديم للمنحة، ازاي ممكن اقدم ليها؟ هتيجي حضرتك تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. تمام كده. طيب ابليكيشن التقديم هيفتح معاك بهذا الشكل. هنا مطلوب من حضرتك لو انت اول مرة تستخدم الموقع، يعني اول مرة تخش على ابليكيشن التقديم، يبقى لازم تعمل حاجة اسمها كرييت نيو اكونت، تعمل الاول اكونت على موقع المنحة. فحضرتك تكتب الايميل بتاعك هنا، الباسورد، وتعمل اعاده كتابه الباسورد تاني، وتختار انت سمعت عن المنحه دي ازاي، من فين بالظبط، مين اللي عرفك بالمنحه دي، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر. لما تضغط على كلمه ريجستر يبقى انت كده يعني عملت اكونت على موقع المنحه وفعلت الاكونت ده. تمام كده. بعد كده بتاخد الايميل بتاعك وبتاخد الباسورد وبتحطهم في جزئيه اللوجن هنا. تمام، لان خلاص اوريدي الاكونت بتاعك بقى مسجل على موقع المنحه. وبعد كده بتضغط على كلمه لوجن. تمام، نضغط على كلمه لوجن. لما هتضغط على كلمه لوجن هيفتح معاك الابلكيشن من جوه بالشكل ده. طبعا انا عشان اوريدي مليت قبل كده سابقا للمنحه عشان اشرح لكم عليها، لكن انت اول مره هيظهر لك بس كده اللي هي الجزئيه دي ستارت نيو ابلكيشن، فانت هتدخل عليها وتبدا بقى انك تملى للمنحه. طيب انا دلوقتي هدخل اوريكم الابلكيشن اللي انا عملته وايه الخانات اللي بتكون موجوده داخل الابلكيشن ده. فده الابلكيشن اللي انا عملته، نضغط على كلمه ايديت دي عشان اوريكم ايه الخانات المطلوبه وايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها بالتحديد. طبعا انا عشان المفروض لما انا ضغطت على ستارت نيو ابلكيشن طلعوا لي اختيار الدراسه عايز تبدا امتى، فقلت فصل ربيع 2021، اخترت البرنامج اللي هو الكيميكال انجينيرنج، الهندسه الكيميائيه، اخترت درجه الماستر. فانت الحاجات دي بتختار جنسيتك، فالحاجات دي بتختارها مبدئيا. تمام كده. طيب بعد كده بتلاقي كل السيكشنز المطلوبه عندك هنا. اول سيكشن هو البيرسونال ديتيلز، معلوماتك الشخصيه، تكتب طبعا اسمك واسم العائله، وتكتب الدوله بتاعتك، تكتب النيتيف لانجويج اللي هي لغتك الاصليه، وتحط بقى التاريخ ميلادك والجندر بتاعك وحالتك الاجتماعيه، تكتب معلومات التواصل معك، دولتك ورقم تليفونك. تمام، ولو عندك مثلا اي احتياجات خاصه، مثلا اعاقه وما الى ذلك، بتعمل اكسبلانيشن هنا شرح ليها. وبعد كده بتضغط على كلمه سيف وكونتينيو وبتخش للسكشن اللي بعده. والسكشن اللي بعده ده مهم جدا، لانه هنا انت بتختار المنحه اللي انت عايز تقدم ليها. هنا بيقول لك اختار المنحه اللي انت عايز تقدم ليها او نوع التمويل، فانا اختار سكولرشيب. تمام، اللي هي دي.
فاكرين لما قلت لكم المنحة دي اللي انا شرحتها لما دخلت على الموقع الرسمي للجامعة وقلت لكم المنحة دي اسمها GRTA؟ فانت هنا بقى بتيجي بتختار اسم المنحة اللي هي GRTA، تمام؟ وهنا لو عندك خبرة في العمل بتحط الخبرة في العمل اللي عندك، لو مش عندك بتسيب الجزئية دي فاضية. بعد كده بيقول لك الهاوسنج ترانسبورتيشن، بيقول لك هل انت محتاج سكن جوه الجامعة، ولو مثلا هتسكن بره محتاج نقل على حساب الجامعة، تمام؟ فكل ده انت بتحدده هنا. بعد كده مطلوب منك التوصية اللي احنا قلنا عليها، طبعا بتعمل اد من هنا لاصحاب التوصية اللي انت المفروض هتحطهم، وهنا بيكون التوصية في شكل اونلاين، تمام؟ يعني التوصية اللي بتتعمل هنا بتكون في شكل اونلاين، وبتطلب منك بعض البيانات عن الاشخاص دول زي ما موجود هنا، بتحط اسم الشخص، البوزيشن بتاعه، المكان اللي هو بيشتغل فيه، عنوان ورقم تليفونه، الايميل بتاعه، كل الحاجات دي بتحطها هنا وبتعمل سيف. وبرضو للجزئية التانية يعني للشخص التاني برضو بتحط البيانات وبتعمل سيف، تمام كده؟ طيب بعد كده في جزئية الاتاتشمنت، وهنا في الجزئية دي الأوراق بقى المطلوبة من حضرتك إن أنت المفروض تحطها، زي ما كنا شرحنا الأوراق المطلوبة هنا، قلنا هنا جزئية الأوراق المطلوبة هي نفسها، هنا الأوراق دي بتيجي بتحطها، السي في بتاعك، صورة شخصية ليك، صورة جواز السفر، شهادة اللغة الإنجليزية لازم تكون أيلتس أو تويفل، شهادة اسمها الجي آر إي لازم تكون معاك برضو، طبعا أي حاجة إلزامية أو أي شهادة إلزامية بتلاقي محطوطة عليها علامة النجمة دي، تمام؟ لو مش الزاميه مش هتلاقي عليها علامه النجمه، يعني مثلا على سبيل المثال اكتب لك جنبها اف اني، او مش هحط لك جنبها علامه النجمه، زي مثلا دي مش حاطط جنبها علامه النجمه، فبالتالي ده مش مطلوب الزامي. فانت بتجهز الاوراق المطلوبه منك، وبعدين بتعمل بروسس تو سبميشن، وكده يبقى انت قدمت بنجاح للمنحه، طبعا بعد لما تملى كل الخانات وكل البيانات المطلوبه منك. بس ده هو ابلكيشن المنحه، تجهز الاوراق المطلوبه منك بشكل كويس اللي احنا قلنا عليها، وتحاول تقدم المنحه. المنحه دي ممتازة جدا، جامعة ممتازة جدا، راتب شهري كبير، يعني من الصعب او من النادر انك تلاقي منحة تمويلها كبير بالشكل ده. فلو حابين تقدموا لها يا ريت، واخر موعد للتقديم هو 15 اكتوبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.